قلت لك شايف الناس يا اخي انا بديك مره ما تلقينا صوره نفس العرنوت فيديو هذا مش صورة ترى كل شيء موثق العين بعدين بعطيه العريس بعدين خليها ذكريات خليها ذكريات فيديو فيديو عادي هيا هيا ها 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 بسرقه صلي صلي ما في فيديو والله لا عليه
كم جيل منك نزع كم جيل منك حلوين ما
يلا فيديو شوية بعدين بعطيكم صورة. خلصوا معه. شغل كيف ان شاء الله ربما الشاهي كيف يا سلام على قهوة دائما
تابع كل حركات لا لا انا تابع كل حركات حتى السلام على العريس الوالد هذا ما
محمد. براقب كل حركاتها يا حبيبي. كلمة يا عمي للعريس. أهلا وسهلا أبو حازم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أول شيء نبارك لابننا الخلوق المحترم الطيب المتواضع منصور بن سالم، ونتمنى له إن شاء الله زواج مبروك، والله يوفقه في حياته العملية والزوجية. وأيضا نبارك لابن عمنا أبو منصور، الله يتمم عليهم بخير إن شاء الله، ربنا يوفقهم يا رب ويجمعهم على خير بإذن الله تعالى. أمين. شكرا يا أبو حازم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعله زواج مبارك عليه، وارزقه الله الذرية الصالحة، واجعله من عباده الصالحين، ويتربى في عز والده الأخ العزيز سالم بن منصور بن غالب الشمري. السلام عليكم ورحمة الله. أنت بتعطيني سؤال ولا؟ كلمة للعريس يا مذيعنا الغالي. الله يعطيك العافية. نحن نقول عرس مبروك إن شاء الله، ولولدنا منصور بن سالم بن منصور الشمري. نقول له اليوم أنت دخلت مرحلة جديدة، مرحلة جديدة، ونتأمل فيها أنك أنت تكون هذه المرحلة طيبة ولها ثمار طيبة، وكل المراحل السابقة اللي مريت فيها مع هذه المرحلة تكون شخصيتك، وإن شاء الله عرس مبارك، ونشوفك إن شاء الله في المستقبل أنت وأبنائك وأحفادك إن شاء الله. الصورة هنا. سلم عدد. سلم عدد. سلم ها. مساء. الصور ضارب. الصور. صف. الصور ولا فيديو؟ لا فيديو فيديو. لا فيديو. سلموا سلموا بعد الفور بعد تعال الفور. يلا خلاص. هطوا واحد بالبندقية بعدين. بس ما تسمعي مسكوب مسكوب. لا ما تمشي الشارع. هذا كل مولد. صور على
I
I
Thank you.
I
Thank you.
Thank you.
قال 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 Thank you.
Thank you.
I
ممكن صورة؟ لا كادر سووا هيك خلص خرج بس حد سيلهم دخل بالكادر عالم نصهم شيوبة دي Thank you.
Hello.
يا
احمد كيف حالك ابو احمد؟ كيفك بخير؟ يا حي ابو حازم منور ما شاء الله. يا حي وسهلا للجميع. كيف صورنا زينه ابو حازم؟ اكيد صورك زينه، لازم تكون صورتك زينه. الله يحفظك. ما قدر عليك الشيخ. يحفظ لك ابوك.